تعتبر حلب من أهم المحافظات السورية المصدرة للألبسة بكافة أنواعها والتراثية منها. ومع قيام المجموعات الإرهابية بتخريب حلب القديمة ومعامل الليرمون والشيخ نجار، تضررت الصناعة بنسبة وتحول جزءا منها لتصبح ورشات صغيرة ضمن حديقة المنزل أو ضمن محال لا تزيد مساحتها عن 100 متر. نحن معملنا كان ضخم في المدينة الصناعية بسبب ظروف الأزمة هي وإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة، اضطرينا نلجأ للمناطق الآمنة الموجود فيها الجيش العربي السوري. ففتحنا معمل صغير بسبب قلة الأيدي العاملة، ورغم كل هالظروف نحن اللي عانيناها، نحن صامدين بهالبلد وعم نشتغل إلى جانب الجيش العربي السوري. ومع ذلك بقيت مهنة الخياطة والتطريز مهنة لها وجود بين المهن الرئيسية في حلب، على الرغم من معاناة أصحاب الورشات من انقطاع الكهرباء المستمر وتكاليف الحلول البديلة للحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات. نتاع تركيا وهنيك في مصاري أكثر، بس نحن هون من حلب ما منعيفة، يعني الحمد لله رب العالمين في شغل، في كل شيء الحمد لله رب العالمين. صحيح الظروف صعبة بس الحمد لله رب العالمين، يعني عايشين وعم نشتغل وحمدين الله وشكرا. رغم كل ما تمر به الصناعة الحلبية من صعوبات وتحديدا في مجال الخياطة، لا تزال بعض الورشات تصدر منتوجاتها مختومة صنع في سوريا.